50 42 بالقلب. شكرا. نعم 42 بشير معوض 50 ورقة بيضاء. 48 ورقة بيضاء. أخذ مجلس النواب جلسته السابعة من العقد العادي الثاني في الساعة 11:49 ظهر يوم الخميس. هيدي الجلسة ملغاة. بدنا نحدد الأرقام بشكل دقيق حضرة الرئيس. عيدوا الفرق. بدنا نحدد الأرقام بشكل دقيق بس اليوم في مجلس نواب وفي انتخابات. بدنا نعرف بس بالضبط شو الأرقام الحقيقية اليوم للصادرة عن هالانتخابات إيه أو لا. شو؟ أنا نعرف الأرقام الرسمية اليوم، ما نعرف الأرقام الرسمية. أنا ختمنا بعض الأحكام. على أساس ختمنا بعض؟ 50 ورقة بيضاء. 49 ورقة. 49 ورقة بيضاء. 50 ورقة بيضاء و42 ورقة. 49 ورقة بيضاء. دولة الرئيس في قلت احترافية. 50 ورقة بيضاء و42 حتى هذا اللي عم نجمع برا الثاني. والجمع 110 بيصير هيك دولة الرئيس. يعني دولة الرئيس لما نروح على التصويت الإلكتروني قد إيه بيكون أوفر من هالطريقة البدائية اليوم بطريقة الاحتساب الأصوات. لا لا بالسري ما في الكتروني يا عمي. فينا سيستم، في سيستم واضح وصريح بالسري قادر صوت الكترونيا. هاي الطريقه ما بقبول ب 2022 بالتصويت. روق شوي، نحن مع الالكتروني بس بغير تصويت. بهيدا السري لازم دائما بالصندوق. بكل التصويتات فيك بالسري والغير السري فيك تصوت الكترونيا. ابدا في سيستم واضح. ابدا جفل. ابدا في واحد بيقعد على الاي تي بيعرف كل واحد شو عمل. خلينا المحضر. نحن مع التصويت الإلكتروني بغير تصويت، بس التصويت السري بالصندوق لازم دايما بالصندوق. تحدد جلسة تانية ولا لا؟ طب في نصاب او ما في نصاب للجلسة التانية؟ خميس المقبل الساعة 11 حتى بطلنا نعد النصاب. في نصاب او ما في نصاب للجلسة التانية؟ بس عد النصاب للجلسة التانية. كيف صار؟ طالما النصاب موجود خلينا نكفي. في بعثي نواب موجودين بالجلسة فينا نحن نقول دولة الرئيس مصعب. دولة الرئيس مصعب. في نواب موجودين بالجلسة فينا نحتسب العد إذا في نصاب أو ما في نصاب؟ رفع الجلسة دولة الرئيس مثل ما سمعت. كيف دولة الرئيس مصعب؟ بلكم تعدوا فينا نعد. خليكم نعد.